هاي عيد الميلاد هو مناسبة دينية إنسانية ومش تجارية، بس الاحتفال بهالمناسبة صار عم بيترافق مع نشاط مالي كبير. جمعة والسبت يلي بيسبقوا عيد ميلاد هن يومي التسوق الأكثر ازدحاماً بالسنة بالولايات المتحدة، وبيتفوقوا على البلاك فرايداي، وبيتم استعمال بطاقات الفيزا حوالي 6000 مرة بالدقيقة الواحدة. كما وبيتم بيع 28 مجموعة ليجو كل ثانية على عيد ميلاد. بالمملكة المتحدة وحدها بتبلغ كلفة الأكل المتبقي والهدايا يلي مش مرغوب فيها حوالي 2,400,000,000 باوند، وهالمبلغ كافي لمعالجة حالة فقر كبيرة بالمجتمع. سنة 2014 استهلكت المملكة 10 ملايين ديك رومي على العيد. مين قال إنه بظل الظروف الاقتصادية الصعبة يلي عم نعيشها لازم يكون الصرف على العيد بسيط والعمل الخيري أكبر؟ أنا قال. بشوفكم بكره.